بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمل كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، باب المجاهدة، حديث رقم 101 اللي هو السابع في الباب. عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية حفت بدل حجبت، وهو بمعناه يعني بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها، يعني بين العبد وبين دخول النار الشهوات، هو ده الحجاب عن النار. إذا فعل هذه الشهوات اقتحم هذا الحجاب دخل النار، وبينه وبين الجنة حجاب من المكاره، أمور مكروهة للنفس، فإذا جاهد نفسه واقتحمها دخل الجنة. يبقى في الشهوات محتاج أنه يجاهد نفسه ويمتنع عنها. فالحديث دوت في الترغيب والترهيب، الترغيب في دخول الجنة، وأن العبد لا يستثقل ولا يستغلي ثمن الجنة. أنت تريد الجنة، تريد مرضات الله سبحانه وتعالى، لابد من أمور تكون مكروهة للنفس أنت تفعلها. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير لكم في العاجل والآجل، يعني القتال والجهاد في سبيل الله مكروه للنفس، صح؟ الإنسان بيحب الراحة، يحارب ليه؟ ها؟ خلينا في السلم والرخاء، واخد بالك؟ فتبص تلاقي النفس كارهة أنها تبذل في سبيل الله، يخاف يموت، يخاف يجرح، يخاف ماله يضيع، يبتعد عن الأهل والأولاد، أو يبذل المال، فكل ده مكروه للنفس. فإذا بذله لله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه مع أنه مكروه وصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. حبذا بقى لو قتل في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلاة الفجر، صلاة الفجر من ضمن الأمور اللي تبقى فيها صعوبة على النفس، وربما يكون النفس محتاجة نوع من المجاهدة لكي يحافظ ويقوم لصلاة الفجر، خاصة في الشتاء، خاصة في الشتاء المية باردة والدنيا ساعة والدفى جميل والغطى حلو، ها؟ فتبص تلاقي أمر إيه؟ مكروه للنفس أن هو يقوم يتوضى وينزل يصلي في المسجد. لما تذكر العبد أن الجنة حفت بالمكاره، وأنه يحتاج إلى مجاهدة، وأن يفعل بعض ما تكرهه النفس ليصل إلى محبة الله ورضوان الله، يجاهد نفسه، يهون عليه الثمن، يهون عليه البذل، يهون عليه التضحية، يقوم يتوضى ويترك الفراش الوطيء الجميل ده والدفى وينزل يصلي الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. بشر، اسمع الحديث ده، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. مشر ربنا سبحانه وتعالى إلى بيوت الله في الظلمة، ها، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم إيه؟ نورا يوم القيامة، يوفقهم إلى رضوانه عز وجل. فالجنة حجبت بالمكاره، والنار حجبت بالشهوات. إذا فعلت هذه الشهوات، إذا فعل العبد هذه الشهوات وصل إلى النار. شرب الخمر، الزنا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، حريص على هذه الشهوات، فربما يحصلها من حلها وحرامها فيصل إلى النار والعياذ بالله.
ربنا سبحانه وتعالى أباح من الشهوات، وده من كمال الشريعة، أباح من الشهوات ما تحتاجه النفس. لكن في إنسان لا يرضى بالمباح، يقتحم الحرام، يفعل والعياذ بالله الفاحشة، الزنا، السرقة، الغش، لكي يحصل على المال. تحصيل المال شهوة، والنساء شهوة، واخذ بالك، والأولاد شهوة، فهو ربما يرتكب المحرمات ليصل إلى هذه الشهوات، فيصل إلى إيه؟ إلى لعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ينتفي عنه الإيمان في هذه اللحظة، في هذه الفعلة، واخذ بالك، يبدأ دليل على انتفاء الإيمان، فهو معرض لدخول النار. فالحديث بيشير أن على العبد أن يجاهد نفسه، أن يكون قويا، يجاهد نفسه في ترك الشهوات وفعل الواجبات التي تكرهها النفس، سواء كانت الواجبات دي فيها بذل مال، فيها بذل نفس، فيها بذل وقت، يبقى يبذل لله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى محبوب الله عز وجل. شوف الحديثين دول وراء بعض فيهم حث على القوة. الحديث الأولاني اللي خدناه المرة اللي فاتت: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. علاج الأمة في الحديثين دول، والله، لأن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من حالة من الضعف مزرية، مؤسفة، مبكية، محزنة، والله. وحالة الضعف دي خد بالك، كأمة وكأفراد وكمجتمعات وكأسر، يعني الضعف ده ضعف عام، مش ضعف مثلا في رؤساء الدول، في الحكومات، ضعف في مثلا طائفة معينة من الناس، لا، ده ضعف عام شمل كل صغير وكبير. فتجد ضعف في العزيمة، ضعف في الإرادة، ضعف في العمل، ضعف في النية، ضعف في التوكل على الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يكون قويا في الأخذ بدين الله سبحانه وتعالى. نحن نعاني من أناس يدهنون مع الداهنين ويتميعون مع المتميعين. وممكن تلاقي الرجل ربما يكون رجل محافظ على الصلاة أو رجل صالح، مع قوة الطيار الجارف، طيار الشهوات وطيار الفتن، يعمل إيه؟ يقول لك أنت اللي هتفضل واقف، يعني بيع زي اللي باعه، خلت بالك، خليك ماشي مع الموجة. هي ماشية إزاي؟ حتى لو كانت لجهنم، والله نسأل الله السلامة والعافية. في بعض الناس كمان اللي ممكن يكون في قلبه نوع من الرجولة، الرجولة الإيمانية، مقاومة الشر، مقاومة الفساد، ولكن لما يجد الطيار جارف وقوي حواليه يعمل ايه؟ يمشي، يقول لك خلاص بقى، وانت اللي هتصلح الكون. تسمع انت الكلمات دي؟ كلمات مدمرة، والله، بنتربوا عليها في البيوت، ودي من حالة الضعف. الأم قبل ما ابنها يروح الكلية تقول له: تعال أنا حوصيك، ملكش دعوة بحد، تمشي جنب الحيط وتيجي جنب الحيط. عايزك جنبي يا حبيبي، أنا خايف عليك. ها، شوف تربية على ليه؟ الضعف. وشوف بقى، عيش جبان، مش عارف ايه، معاني يا ابني، ما تتكلمش، ملكش دعوة بحد، هو انت هتصلح، وانت مالك؟ شوف الكلمات، شوف الكلمات، خطيرة والله، خطيرة، بتدمر في النفس مصادر القوة والعزة الإيمانية، الاعتزاز بالله، الاعتزاز بالدين. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. ما الإسلام شعب وأركان، واجبات وترك محرمات. فالإنسان لما يترك الواجبات ويتهاون في المحرمات، ماذا يبقى له من دينه؟ ماذا يبقى له من دينه؟ حالة من الضعف تعيشها الأمة. أخ بيحكي، شوف الضعف، واحد حضرتك لابس خاتم ذهب، فالأبي يصلي جنبه، دبلة ذهب، بقول له: حبيبي، دبلة الذهب دي حرام. راجل طويل عريض، شنب كده ما شاء الله وبتاع، يا حبيبي الدبلة دي حرام، ذهب حرام عليك. قال له: اعمل ايه؟ ما اقدرش. قال له: ليه بس؟ اقدرش ليه؟ قال له: الجماعة في البيت. شوف الضعف، والله، خور. حالة من الضعف بيعاني منها كثير من الناس، مش قادر على التغيير، عنده ضعف نفس، ضعف إيمان. لابد أن يكون المسلم قويا. خذوا ما آتيناكم
بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المفروض أن المسلم يكون قويا في دين الله سبحانه وتعالى، قوي في فعل الواجبات، قوي في ترك المحرمات. وأنت تحتاج إلى القوة أكثر في وقت يقل فيه المعين. لما كان في وقت في كثرة الصالحين والمعاونين على الخير، أو واحد ضعيف في النص هينجابر مش مشكلة، هيلاقي 100 واحد يسنده. ها لما ناس كلهم ما شاء الله جامدين وأقوياء، لما واحد يبقى ضعيف كده وهيقع الناس ايه اللي حواليه يسندوه. لكن لما انت تبقى بقى ضعيف في وسط جمع من الضعفاء، تيجي تقع حد يسندك، يقول لك بس كل واحد يسند نفسه. ها فاحنا نحتاج الى قوة ايمانية، ها قوة في اداء الواجب، قوة في ترك المحرم، قوة في اللي انت تجاهد نفسك، ما تسيبش نفسك تمشي مع الشهوات. النفس عايزة ايه؟ عايزة تبص هنا، خليها تبص. عايزة تنام شوية خليها تنام. لا ما ينفعش، لن تستقيم نفسك إلا بالمجاهدة، أن تجاهد نفسك على فعل الخير وترك السوء. شوف الحديث الثاني ده مثال عملي للمجاهدة، الحديث الثامن عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. مترسلا يعني متمهلا، مثال رائع من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. شوف حذيفة بيحدث نفسه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هيقرأ 100 آية ويركع بالبقرة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى. انت بتلاحظ في حكاية حذيفة ان هو كان مستطول للصلاة ولا ايه؟ قلت يركع ايه؟ عند 100. طب يقرأ بها ثم يركع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى. ده نوع من انواع التربية، تربية النفس وتربية الغير. طول الصلاة، طول الصلاة من النافلة، في النافلة بتربي الناس، تربي المؤمن يفضل صابر كده، خدت بالك، ويجاهد نفسه ورجله توجعه وهو صابر، خدت بالك، يتربى على معاني الرجولة، الخشونة، اخشوشنوا فإن النعمة لا تهدوم، اخشوشبوا. كان عمر بن الخطاب كان يقول لهم كده، اخشوشنوا يعني خليك ايه؟ خشن كده، خليك قوي. فشوف حذيفة بيقول ايه؟ بيصف بقى القراءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة كاملة والنساء وآل عمران. بعدين القراءة بقى صفتها ايه؟ يقرأ مترسلا يعني متمهلا، يقف عند رؤوس الآيات، وقراءة واحدة واحدة، قراءة مفسرة مش قراءة سريعة حدر، لا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. يعني آية يكون فيها تسبيح لله يسبح، يقول سبحان الله. آية فيها سؤال يسأل ربه عز وجل الخير والجنة. آية فيها تعوذ يقف يتعوذ عليه الصلاة والسلام. ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كم جزء؟ أكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة. ده غير الايه؟ الركوع والسجود، الركوع الطويل والقيام الطويل بعد الركوع، والسجود الطويل والجلسة بين السجدتين. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة، متناسقة. إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. والسنة كده أن يكون الصلاة متناسقة، فيها تناسب، يطول القيام يبقى يطول الركوع والسجود، يقصر القيام يبقى يقصر الركوع والسجود. فصلاة الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم كان أعبد الخلق لله عليه الصلاة والسلام. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم عبادته عليه الصلاة والسلام لربه
تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، كان أزهد الناس وأعبد الناس عليه الصلاة والسلام. ركعة واحدة يقرأ فيها ما يقرب من سدس القرآن وأكثر من سدس القرآن، سدس المصحف يقرأه صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، وقراءة تفسيرية متمهلا مترسلا يدعو ويتعوذ ويسبح ويعظم ربه سبحانه وتعالى. شوف الصحابة تربوا على هذه المعاني العظيمة. هكذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم خير جيل أخرج للناس. شوف الحديث اللي بعده ونقول لك الحتة دي. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. اتفق عليه. هنا في صلاة عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام عليه الصلاة والسلام. بيقول عبد الله بن مسعود بالمشقة، خدت بالك اللي هو بقى فيها، هممت بأمر سوء، أمر سيء. قال لهم: كنت هتعمل إيه؟ قال لهم: كنت هقعد. هل كان هيقعد ويترك الصلاة إنها صلاة نافلة، أو كان هيصلي وهو قاعد؟ في احتمال أنه كان إيه؟ هيجلس ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فعد ذلك أمرا إيه؟ سيئا، مع أنه ليس بمحرم، ليس بمحرم، لكن كان بيجاهد نفسه، بيجاهد نفسه على طول القيام بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك، دوت أكبر عوامل النصر للأمة اللي هو التربية، التربية العملية، التربية العملية. احنا بنشتكي من حالة الضعف، حالة الضعف دي موجودة في المربين والآباء والأساتذة والمشايخ. فلما يبقى الرجل المربي ضعيف يطلع النبت ايه؟ ضعيف برضه. خدت بالك، احنا بنعاني من الحالة دي. تبص تلاقي اب نفسه ابنه يبقى كويس، يتمنى. طب هو بالتمني؟ التربية يا اخواني عملية شاقة، التربية عملية شاقة، مش نصيحة ولا درس تلقيه. تربية الابناء وتربية التلامذة ده منهج حياة. دايما التلميذ بيبص الأستاذ يشوف هيعمل ايه، الموقف ده هيتصرف ازاي، في الصلاة دي هيعمل فيها ايه، هيصلي ازاي وهيصوم ازاي، وهيأمر بالمعروف ازاي، وهيدعو ازاي، وهيقرأ ازاي، صح؟ او كذلك الابن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قويا في الله وفي ذات الله اخرج لنا جيل ايه؟ قوي، جيل فريد من الناس. خدوا من النبي صلى الله عليه وسلم زهده، عبادته، كرمه، شجاعته، صبره، تحمله، جهاده، كل الصفات دي اكتسبوها من النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالكلام، برأي العين، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ذلك ويصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فاكتسبوا منه هذه الأخلاق. فتجد الصحابة كانوا عباد بالليل، فرسان بالنهار. أنا أذكر موقف رائع للسيدة عائشة رضي الله عنها في البذل والتضحية. سيدة عائشة جاءها مال وفير، فمسكت المال قسمته واخذت ترسل إلى الفقراء والمساكين، وكانت صائمة رضي الله عنها. فالخادمة لما حضر الإفطار قالت عائشة لها: أحضري لي الطعام، هاتلنا الإفطار، هات الفطور. قالت: لو تركت لنا درهما نشتري به فطور، مش كنت تسيبنا درهم من القعدة والزعيدة شمال ويمين؟ قالت: لو ذكرتيني لفعلته. ياه، شوف يا أخي المثل الرائع. شوف ده، أنت أول ما يجي لك فلوس بتفكر في إيه؟ أنا حامل إيه؟ حبسة الولاد إزاي النهاردة؟ أنا حامل إيه النهاردة؟ شوف سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتربت على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل شيئا فيقول لا. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ينفق كل ما عنده عليه الصلاة والسلام، ويبيت طاويا لا يجد من التمر ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. تخيل، يعطي الناس 100 من الإبل وليس في بيته شيء عليه الصلاة والسلام. تخيل، السيدة عائشة تربت على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد هذا ليه؟ البذل. فالتربية يا إخواني عملية شاقة. ما ينفعش أنت عايز ابنك يكون ولد صالح وعالم وأنت لا تحب العلم،
ولا تتشبه بالصلحاء والصالحين والأفاضل. لابد أن تكون صالحا ليخرج هو إيه؟ صالحا. لابد أن تمثل الصلاح أمامه، تمثل يعني تقوم به، مش تمثل عليه. لا، الصدق من جاء. خد بالك لما هو يقوم يشوفك ليك بتصلي، خد بالك يتأثر بيك ولا لا؟ يتأثر. يلاقيك بتقرأ القرآن وتبكي من خشية الله، يتأثر ولا لا؟ يتأثر. لما يلاقيك بتصدق الحديث يتأثر، خدت بالك؟ أما يشوف أبوه بيكذب، ويشوف أبوه يتهاون في الصلاة، يتكاسل عن الصلاة، هيطلع الولد ضعيف. وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذه المعاني العظيمة. حديث العاشر في الباب هو حديث 104، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. اتفق عليه. ما أحقر الدنيا. شوف الإنسان لما يموت أحب الناس إليه يبادر بدفنه، ولو بذلوا له أموالا لكي لا يدفنه أبدا، لازم يدفنه وسريعا، ويبادر به سريعا. وده من السنة أنه يبادر به سريعا. فشوف بقى الموقف ده، لما يموت الإنسان يمشي وراء أهله وماله، لو كان عنده خدم مماليك يطلع وراء، ممكن بقى سيارة مثلا، ها؟ وعمله، عمله ده مش باين، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيرجع أهله وماله. حد هيدخل معاه القبر؟ هيحط الفلوس اللي كان محوشها معاه؟ أبدا. ولا حد من أهله ولا حبيبه يقعد معاه في القبر ساعة ساعتين حتى لو دفعوا له فلوس؟ أبدا. يدفنوه بسرعة، يهيل عليه التراب، وينصرفون سراعا لكي يقتسموا ماله. يعني الأهل والمال دول هيرجعوا، وبعدين الأهل يقتسمون الايه؟ المال الذي خلفه. جميل. مين اللي دخل مع القبر؟ عمله. فشوف بقى أنيسك وجليسك اللي هيقعد ماذا؟ اللي هيقعد معاك في القبر، شوفوا شكله ايه؟ هل هو عمل صالح أم عمل فاسد؟ العمل الصالح يأتي للرجل الصالح في قبره في هيئة الرجل المضيء المنير، يقول أبشر أنا عملك الصالح. والثاني في سورة سواد وظلمة يقول أنا عملك السيء، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على العاقل أن يتفكر في هذا الموقف، أن يتفكر فيما يبقى معه في قبره. الحديث 11 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. في ترغيب وترهيب. يعني إيه شراك؟ الشراك ده اللي هو السير اللي بيربط به الحذاء، خدت بالك؟ السير زي الرباط كده بتاع الحذاء. فالجنة قريبة جدا للعبد، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه لا يلقي بها لها بالا تبلغ به ما بلغت، يعني في الجنان. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فالجنة قريبة جدا من العبد، بكلمة يدخل الجنة وبكلمة يدخل النار، لأن بكلمة تدخل الإسلام وبكلمة يخرج من الإسلام. شفت انت المنافقين اللي كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ها؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض وإيه ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ممكن واحد يسخر من الدين في كلمة، يكفر، يسخر من القرآن، يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسخر من الإسلام، خدت بالك؟ يكفر في كلمة واحدة. وممكن إنسان يقول كلمة طيبة فيها نصيحة، فيها إخلاص لله، فيها دعوة إلى الدين، الله عز وجل يرفعه بها درجات. حديث 12، خد بالك حديث رائع، موقف رائع. عن أبي فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة. أهل الصفة دول لم يكن لهم أهل ولا مال ولا بيوت، كانوا بيناموا أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صفة زي التندة كده بيناموا فيه، ليس لهم شيء. قال رضي الله عنه: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني،
فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هنا ربيعة بن كعب كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يكافئه، فقال سلني، يعني اسأل نفسك في، تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك سلني، عايز اتجوز رسول الله، خدت بالك على طول اللي بتفكر فيه كله إناء بما فيه ايه، انت هتجيب منين، انت بتفكر فيه، عايز زوجة وشقة خدت بالك وسيارة، اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سلني على طول اللي في قلبك هتطلعه. شوف الصحابي ده بيقول ايه، شوف بيفكر فيه. لما قال له سلني قلت أسألك مرافقتك في الجنة، ده سؤال رائع يدل على فقه الصحابي ومدى حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا فين الحب هنا؟ فين؟ أيوة، مرافقتك في الجنة. بيقول سأل الجار قبل الدار، صح كده؟ يعني ما قالش يا رسول الله أكون في الجنة جنب منك، قال له مرافقتك الأول في الجنة، واخد بالك؟ يعني أهم حاجة بجنبك. ده دليل على تعلق الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام وانشغالهم بما يرضي الله وانشغالهم بجنة الله. هو ده تفكيره، عايز يوصل لمرضات ربنا، عايز يوصل للجنة، فأول ما لقى فرصة ها على طول ها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سلني، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. الهم يا إخواني، الهم ده قضية مهمة. أنت إيه بتفكر في إيه؟ عايش ليه وانت ماشي في الطريق كده هو، ولما تصحى الصبح ولما تروح مشوار وانت ماشي بتفكر في ايه؟ طب صحيح احنا ايه اللي شغلنا؟ يعني في واحد قاعد مشغول بقضايا المسلمين، في واحد قاعد مشغول بعيوب نفسه، في واحد قاعد مشغول بالذنوب والمعاصي، واخد بالك، في واحد قاعد مشغول بالمباحات، في واحد كل همه في الدنيا يبقى عنده فلوس، في واحد كل همه في الدنيا انه يبني قصر، في واحد كل همه ان يبقى رجل اعمال، في واحد كل همه يتجوز اثنين ثلاثة اربعة، واخد بالك، هي دي فكرته، هو دي قضيته اللي هو عايش ليه. شوف هم الصحابة ايه، شوف بيفكر في ايه، خدت بالك، همه الجنة. عمر بن عبد العزيز بيقول ايه، بيقول انني نفسا طواقة، طاقت إلى الإمارة فبلغتها، ثم طاقت إلى الخلافة فبلغتها، فلما بلغتها طاقت إلى الجنة. المفروض العبد يبقى عنده همة عالية في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، كلش ما بيفكر في ليه. الناس يا أخي عجيب والله، ناس كتير تلاقيه في الدنيا بيطلب المعالي، يعني نفسه بأعلى واحد في كذا وشهادة مش عارف إيه و و و و، طب في الجنة يقول لك معلش ربنا هيغفر لنا بقى اي حاجه كده في الجنه وخلاص. طب وليه ما تطلبش المعالي؟ ليه؟ اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك علو الهمه، عشان انت لما تقول يا رب انا اسالك الفردوس الاعلى، لا شك هتعمل ولا هتنام. ها هو اللي عايز يدخل كليه الطب زي اللي عايز ياخد ثانويه عامه كده خلاص ينجح وخلاص؟ ها اكيد ده اللي ايه هيبذل، خدت بالك، هيضحي، هيسهر، هيتعب. الحديث الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. يبقى الحديث دوت بيؤيد اللي الحديث الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيه أعني على نفسك بكثرة الايه السجود، اسجد واقترب، كل ما تسجد لله ربنا يرفعك. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. العلماء اختلفوا القيام أفضل في الصلاة، طول القيام ولا طول السجود وكثرة السجود، اختلف العلماء. محصلة الخلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال القيام فضل بالقرآن الذي هو خير الكلام، والسجود فضل بالهيئة. يبقى القيام فضل قراءة، والسجود فضل ايه؟ هيئة. الهيئة دي، هيئة السجود دي أحب الهيئات إلى الله،
لذلك أنت لما تسجد بتقرب من ربنا. إيه بقى السر في السجود ده؟ ده السجود ده له سر عظيم. شوف، ما في إنسان إلا وعنده نوع من الإعجاب بالنفس، غرور. طب لسه كده معلش، يعني أي واحد فينا كده غلبان مسكين ضعيف، وكلنا ضعفاء، يطلع على باب المسجد يفاجأ ليه عربية فخمة مستنية، واحد بيفتح له الباب، اتفضل يا سيدنا، اتفضل يا حبيب، خدت بالك؟ يحصل له نوع من الايه؟ الانتشاء والعظمة والإحساس بالنفس، صح كده؟ وواحد بقى يمسك له بقى الشنطة، والتاني مش عارف ايه، ويكلموه بقى بالألفاظ الفخمة الضخمة دي، حتى لو كان صعلوكا في نفسه، ويقولوا له بقى ده انت وانت وانت، ويقعدوا يلمعوا فيه، يحس ان هو ايه؟ عظيم وكبير، صح ولا مش صح؟ شوف بقى السجود بيضيع منك كل ده. تحط انفك اللي كانت في السماء من شويه دي في الارض لله سبحانه وتعالى، الجبهه دي لله في الارض، وكل ما تطول السجود وتكثر من السجود تزداد تواضعا وانكسارا لله، فربنا يرفعك. من تواضع لله رفعه، اللي يتواضع لربنا ربنا يرفعه سبحان الله، والعكس بالعكس، اللي يتكبر على ربنا وعلى الحق وعلى عباد الله ربنا يحقره ويذله. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثل ليه؟ أمثل ليه؟ الذر، يطؤهم الناس بأخفافهم، زي النملة كده، كان عظيم بقى وخد بالك، والدنيا تتهد لما يعدي. ربنا يحشره يوم القيامة، شوف زي النملة كله يدوس عليه. إن شاء الله أعلم بقى هيدوسوا بالأحذية ولا هيدوسوا حافيين، بس قمة المهانة، قمة المذلة، تكبر، نعوذ بالله من الكبر. فعلاج الإعجاب بالنفس تكثر من السجود. في واحد ساعات بيشتكي بيقول إن هو حاسس إن في نفسه فيها كبر، إن هو معجب بنفسه، وساعات خد بالك يبان في فلتات اللسان. يعني ممكن واحد بيتكلم مع التاني يقول له: انت هتعلمني؟ انت ما انت ما تعرفش انا مين؟ واخد بالك؟ او يقول له: ده انا احسن واحد، خد بالك، ده انا اللي بفهم في الموضوع ده، هو دول بيفهموا حاجه، خد بالك؟ دي كلمات كلها بتدل على ايه؟ اعجاب بالنفس او كبر. مصيبه، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. تعالج بقى الكبر ازاي ده؟ المرض ده الخطير ده بالسجود لله. تكثر من السجود لله سبحانه وتعالى، وانت في السجود تقول: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. تقول: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيء الاخلاق، لا يصرف عني سيئها الا انت. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو بالدعاء العظيم ده مع أنه أفضل الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. شوف يا حبيبي الحديث اللي بعده، حديث عن أبي صفوان عبد الله بن بصر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ده يحتاج لمجاهدة، عمر طويل وإحسان في العمل. خد بالك، لا يشرع أن يدعى للإنسان بطول العمر، خطأ. لما تقول لواحد ربنا يطول عمرك غلط، إما تقول له إيه؟ أيوه، تقول له ربنا يبارك في عمرك، أو تقول له: اللهم أطل عمرك في طاعة الله. تبقى كده جميلة، لكن طول العمر لوحده مش إيه؟ مش نعمة. إن في بعض البلاد يخاطبوا بعض يقول لك: يا طويل العمر، يا طويل العمر، يا طويل العمر. وطول العمر ده فايدة، ده ممكن يبقى مصيبة، واخد بالك؟ ده ممكن يبقى كارثة. ولو كان الإنسان ظالما فيحرم الدعاء له بطول العمر، يحرم، حرام. قال بعض السلف: من دعا لظالم بطول العمر فقد أحب أن يعصى الله. يا بحب المعاصي، ربنا يبارك في سعادتك، خدت بالك؟ ويقعد بقى يدعي بقى ليه؟ ليه يبارك دي كويس عاد، ممكن مفيش يبارك. احنا نستغنى عنك؟ ربنا يطول عمرك، يقولوا له كده، فتبقى مصيبه دي. يطول عمرك يعني فين؟
في الظلم بقى وفي الفساد والمصائب اللي بتحصل، فلا يجوز أن يدعى للظالم بطول العمر، يدعى بالبركة في العمر. حديث 109 عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر. سبحان الله، أسرة أنس بن مالك دي أسرة مباركة. أمه اسمها إيه؟ أمه إيه؟ أم سليم، أم سليم الرميساء رضي الله عنها. وزوج أمه أبو طلحة، أبو طلحة ده صوته في المعركة خير من فئة، كان من فلسان الصحابة وشجعانهم المشهورين. أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس بن النضر اللي هو عم أنس قتل في غزوة أحد كما في هذه القصة، فهي أسرة مباركة. وأخو أنس لأمه اللي هو عبد الله بن أبي طلحة ده أخو لأمه، ده أنجب 10 كلهم حفظوا القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، يقول: غاب عمي أنس عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله أو ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد، يعني كده بعهد ربنا، متألم لأن فاتوا ليه غزوة بدر، يقول: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، انكشف المسلمون يعني تفرقوا، حصلت الايه الهزيمة، فقال: اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. لا لا ما تفوتهاش دي، ده هنا لازم وقفة. شوف الجمال، خد بالك، شوف الفهم للدين. شوف أنس بيقول ايه، أنس بن النضر لما الصحابة تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد ليه بيعتذر عن الصحابة صحابه الكفار، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. وضوح المعاني، موالاة المؤمنين، محبة المؤمنين. المسلم لما يغلط أنت تعتذر له، تحاول تلتمس له عذر، خدت بالك، مش تلعنه، مش تحاربه، مش تحاصره، حتى وإن اختلفنا معاه مش مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يبقى أخونا، نساعده على الكفار ولا نساعد الكفار عليه؟ مفروض نساعده على الكفار. مسلم ما احنا مختلفين معاه، موته ونشجع اليهود عليه، واليهود يقفلوا من هنا ودول يقفلوا من هنا عشان يموتوا لإيه؟ إلى الله المشتكى. شوف الفهم، شوف بيعتذر عن الصحابة الذين تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعتذر، شوف كلم عن المشركين، أبرأ إليك. يا أخي ده هذا هو الإيمان، أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. أنت بتجد بعض الناس انقلبت عنده تماما الصورة، تجده رحيم رقيق عطوف مع الكفار والمجرمين، وتلاقيه شديد العقاب مع المسلمين إلى الله المشتكى. ربنا سبحانه وتعالى وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. لما يحصل العكس هذا من أكبر علامات النفاق. شوف أنس بيبرأ من فعل المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. دي كرامة، خد بالك، هذه كرامة. هو شم رائحة الجنة فعلا حقيقة، مش خيال، مش توهم، ده شم ريحة الجنة. ما هو بيقول اهو، شوف الموقف الخطير ده، تخيل انسان حاسس انه هيموت هيدخل الجنة، شم ريحة الجنة، بص شوف هيعمل ايه. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، اني اجد ريحها من دون احد، انا شم ريحة الجنة جاي من ناحية الجبل. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. مع ان سعد بطل من ابطال المسلمين، سعد بن معاذ من كبار الصحابة كبار الانصار، قول: يا رسول الله، انا ما قدرتش اعمل زيه من البذل والتضحية والفداء والثبات. شوف بقى هيحصل ايه، قول: ما عملتش، ما قدرتش اعمل زيه، بسبب انه شم رائحة الايه، الجنة. ان العبد لما تتوق نفسه للجنة ما يحسش لا بضرب ولا بشتيمة ولا بجرح ولا بأي حاجة، نفسه مش هنا، هناك
في الجنة يا حبيبي يحس بالدنيا أبدا. أشوف بيقول إيه؟ قال أنس، أنس بن مالك بقى، بيقول فوجدنا به يعني بعد المعركة 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، حاجة وثمانين ضربة. ده الواحد بياخد ضربة وينام سطيحة، خدت بالك؟ حاجة وثمانين ضربة. قل وجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أخته رافته بصبعه مش باين وشه، معالم وجهه مش باينة، معالم صدره مش باينة من كتر ليه الضرب والطعن. يقول قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اتفقوا عليه. درس ليك مهم، شباب كتير عاهد ربنا على حاجات وبيعملهاش. اوعى اوعى تعمل كده، ما تعهدش ربنا خلاص يا رب الجمعة دي اخر جمعة اعمل فيها المعصية دي، المرة دي وخلاص انا هبقى كويس، ويعاهد ربنا. وفي ناس تحلف وتقول لله عليا ونذر ويعمل المعصية تاني ويترك الواجب تاني، دي خيانة دي. كمان تطلعت من الايه؟ من المؤمنين رجال، شوف ربنا يصفهم بالايه؟ بالرجولة القوة، واخد بالك؟ لذلك احنا بننصح اللي هو عازم على ترك المعصية او على فعل خير الا يقسم ولا ينذر، وانما ينوي بقلبه ولا يعاهد ربه، لان عهد ربنا كبير، لان هو اصلا واجب عليك ان انت توفي من غير ايه؟ من غير نذر. ده واجب عليك ولا مش واجب؟ وده محرم ولا مش محرم؟ محرم. يبقى انت اصلا يجب عليك ان تتركه لله من غير عهد، فانت لما تقول بقى لله علي عهد، لله علي نذر، يبقى كده بتاكده، واخد بالك؟ فلما تخلف عهد ربنا صفه من صفات المنافقين، فما تعملش كده. انوي الخير بايه؟ بقلبك. شوف بذل انس بن النضر رضي الله عنه وثباته وصبره حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. في حديثين في الباب، الحديث السادس عشر هو 110 عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء. مين اللي قالوا مراء؟ المنافقون. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نحامل، حديث متفق عليه، نحامل يعني يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق به. يعني الصحابة رضي الله عنهم بيشتغلوا مخصوص، بيعملوا مخصوص، يعمل فاعل اشتغل بيحمل على ظهره عشان ايه؟ ياخد اجره يتصدق بها. تخيل، شوف البذل والتضحيه دي، يعني بيشتغل عشان يتصدق على الفقراء والمساكين. وشوف بقى دور المنافقين في المجتمع، المنافقين دول عايزين يتبادوا، والله اسوأ طائفه عرفتها البشريه. ليه؟ ما هو مش باين قدامك بوجه، الناحيه الثانيه ايه؟ بوجه اخر، ويخلط الحق بالباطل. ها؟ وتسمع منه كلام زي العسل، شوف منه فعل زي السم. إلى الله المشتكى. ويتلون حسب الظروف، حسب الأحوال، ممكن تسمع منه كلام جميل، كلام رائع، وبعد كده تشوف أفعال ضد ما قال بالضبط 100%. شوف هنا المنافقين واقفين بقى يتفرجوا، يعني لا يفعلوا الخير ولا يسكتوا عن من يفعل الخير. المفروض من يفعل الخير يعان، تيسر له السبل. واحد جايب صدقه للفقراء والمساكين والناس المحاصرين والمجرمين، يعان ولا يعاقب؟ ها؟ مش المفروض يعان؟ تفتح له الطرق، قول له جزاك الله خيرا. طب احنا ما عملناش، انت بتعمل، جزاك الله خيرا، يعان. صح ولا مش صح؟ شفت؟ بص المنافقين بيعملوا ايه؟ تصدق بشيء كثير، واحد صدق بشيء، قالوا مراء. مقصدهم ايه؟ الصد عن سبيل الله، الصد عن الصدقه.
قالوا مرائن، بدل ما يقولوا له جزاك الله خيرا يقولوا عليه مرائن. طب واحد صدق بصاعي حبة صغيرين، قالوا إن الله غني عن صاعي هذا. إيه دي لازمتها إيه؟ يعني أنت لا تصدق ولا تسيب الناس تصدق، سبحان الملك، لا تفعل الخير ولا تترك غيرك يفعله. هذا حال المنافقين. الآيات بقى فيها تبكيت فظيع ليهم. حديث الأخير في الباب حديث رائع مهم جدا، حديث 17 عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا الحديث ده أشرف حديث رواه أهل الشام عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله تبارك وتعالى. يبقى ده حديث إيه؟ قدسي. أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تحريم الظلم، الظلم ده ظلمات يوم القيامة، اوعى تظلم حد. والله خاف على نفسك. كان بعض السلف يقول ايه: والله إني لأشفق على الظالم أكثر من المظلوم. الظالم ينتظر اللعنة والمظلوم ينتظر الرحمة. عارفين قصة البرامكة؟ تسمعوا عنهم؟ تسمعوا عنهم؟ البرامكة دول كانوا أيام الخلفاء، أيام هارون الرشيد في العهد العباسي. كان لهم جاه عريض، وكانوا هارون الرشيد ما يمشي في حتة يقول لهم الأرض دي تبع مين؟ قولوا تبع يحيى البرمكي، وده خالد وابنه. ها؟ كانوا لهم إيه؟ جاه عريض وثراء ونفوذ، وكانوا وزراء هارون الرشيد. وكان أحدهم يوقع في مجلس هارون مئات التوقيعات والعطايا، وهارون لا يرد لهم طلبا. سبحان الله، تعرفش إيه اللي حصل؟ بطش بهم، صادر أموالهم وحبسهم وقتل منهم من قتل. في حتة مؤثرة قوي في القصة. يحيى بن خالد ده قاعد مع أبيه في السجن والحبس، أوضة صغيرة كده وضيقة، الراجل ما كانش بيتوضى الا بالمياه السخنه، عيشه طرف ومرح. ها؟ فقال: يا ابتي، بعد هذا النعيم وهذا الطرف صرنا الى هذا السجن والضيق، بما هذا؟ قال: يا بني، دعوه مظلوم صرت في جوف الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. حته جميله، حته خطيره. شوف دعوة ايه؟ مظلوم غفلنا عنها، صارت في جوف الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. اوعى تظلم حد. إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ممكن يكون العقاب في الدنيا وفي الآخر، وكثيرا والله كثيرا ما يكون العقاب في الدنيا قبل الآخر. والله كان في واحد مجرم ظالم بيعمل مع الطغاة المجرمين دول، كان بيحبس الناس الصالحين ويقول لهم ايه؟ يقول لهم: لو نزل ربنا والعياذ بالله احطه معاكم في السجن. استغفر الله. شوف الكفر، شوف الكفر. يشاء ربنا ماشي بالعربيه بتاعته، والعربيه محمله بالحديد، تدخل عربيته في عربيه المحمله بالحديد دي، سياخ الحديد تدخل في صدره وفي جسمه، يطلعوا الحديد بلحمه. شوف بقى الموتة البشعة. كان بيقول ليه؟ ربنا على كل شيء قدير. والله إن الله لا يملي للظالم. بعضهم كان بيقعد يظلم الناس، وناس تسترحمه ولا يرحم، تدور الأيام ويقعد مكانهم، يقعد يعيط. تعيط بعد إيه؟ بتعيط بعد إيه؟ جزاء وفاق. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فربنا سبحانه وتعالى حكم عدل يا أخي، قوي متين، ومع ذلك لا يظلم العباد شيئا أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف لو عملت ذرة خير أدي كده، حتى لو كان كافر هياخد الأجر بتاعه، مش هيضيع، لأن ربنا حكم عدل. فربنا لا يظلم الناس شيئا. وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. واوعى ثم اوعى احذر ان تظلم من لا ناصر له الا الله.
خطيرة دي والله، والله خطيرة. لأن مين اللي بيتظلم في الغالب؟ اللي ملوش سند، اللي ملوش حد يدفع عنه، امرأة ضعيفة، خدت بالك، يتيم، إنسان ضعيف لا ناصر له ولا معرفة له، خدت بالك، ولا واسطة له، هو ده اللي بيتظلم في الغالب، صح ولا مش صح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول ايه؟ أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، دول بالذات اوعى، يعني الظلم كله حرام، لكن هنا بيبقى شده ايه؟ تحريما، لان ده ضعيف ملوش ناصر لربنا، لان في ناس والعياذ بالله ناس مجرمه، يجي على الضعفاء والمساكين يقعد بقى يكبر عليهم ويزداد تكبرا ويزداد ظلما، ها ليه؟ عشان هو ضعيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقفه جميله. بعض الشباب بيظلم امه، طب ليه ما يظلمش يا ابوه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ امك ثم امك، لما الراجل ساله من احق الناس بحسن ايه؟ صحابتي. قال الام 3 مرات والاب مره. طب ليه؟ عشان قضيه الظلم دي، لان الام في الغالب ضعيف، داش بقى عضلات وبتاع وتعرف تشخط وتضرب، ها، فممكن الولد يتجرأ عليها، كبر وشنبه بقى طلع وصوته تخن، يعلي صوته بقى على امه، واخد بالك؟ اعمل مش عامل مش عارف ايه، ها، ما يعملش كده مع ابيه، ابوه ممكن يضربه على طول، يسجره، يتجرأ على امه، وهذا يكون من دناءة النفس، والله، وقلة العلم وقلة الفهم وعدم النظر في عواقب الامور. انت لما تظلم الضعيف ده، هل تأمن ان انت في يوم من الايام تبقى ضعيف وياتي من يظلمك؟ هل تأمن يكون في واحد اقوى منك يظلمك؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي مسعود الانصاري وهو يضرب غلاما له، بيضرب الغلام، قال: اعلم ابا مسعود، لله اقدر عليك منك عليه. بل فسقط الصوت من يدي من هيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذره، انت هتضرب كده ليه يا اخي؟ تظلم الناس ليه؟ مش ربنا اقدر عليك سبحانه وتعالى؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. لنا وقفة مع الحديث الرائع ده العظيم المرة القادمة إن شاء الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.